انت بديت كرة قدم فين؟ هل في الشارع ولا في مركز شباب ولا ولا؟ انا قلت كده في الانترو حاجة كانت بسيطة كده، لكن عاوزين الناس تسمع منك. انت اتلعبت في الشارع؟ انا تعذبت يا كابتن في الشارع. تعذبت؟ تعذبت في الشارع. ازاي تعذبت؟ يعني انا اول واحد في مصر عملت الروندو ده في العالم، قبل ما نسمع عن الروندو ده. ايه الروندو ده؟ كنت بلعب 3 ضد 1، انا ضد 3. فتوه يعني؟ وانا ما كنتش اعرف وانت قد كده. اه وانا صغير ما كنتش اعرف ان ده روندو. دلوقتي في الكره الحديثه بيعتمدوا عليه في الشغل التكتيكي. لعبت في الشارع يعني؟ في الشارع كتير، في شوارع شبرا البلد. و يعني كان ليا باع كبير جدا في كره الشراب، كنت بحب كره الشراب جدا. حتى وانا في منتخب مصر كان عندي كره شراب في العربيه بتاعتي، اليوم الاجازه كنت بلعب كره شراب لوحدك مع زمايلي اللي هم مع زمايلك. طب ده هل مش غلط؟ لا والله يا كابتن ما غلط. هل دي ممكن زودت من مهاره عندك؟ بتعلي السنس يا كابتن، بتبقى الكوره ملتصقه بيك، فتلاقي لعيب كره الشراب تملي عنده سنس ومهاره عاليه جدا في التعامل مع الكوره. ما ممكن تخليك هل تحتفظ بالكوره كتير ولا بتساعدك في انك بتنقل وبتبقى لا فكر؟ تحتفظ بالكوره كتير دي بقى انت مع المدرب بتاعك، انت ومدربك. واحد في مدرب عايزك تعدي من واحد اثنين وثلاثة، ومدرب عايزك تلعب لمسه ولعبه. لكن في كل الحالتين انت في كره الشراب او الكره اللي كنا بنلعبها كوتش بتعلي دي عندك. بتعلي عندك السنس، كيفيه التعامل مع الكوره، الاحساس بالكوره، استقبل ازاي وترسل ازاي والكلام يعني ده. حتى الكره دي الصغيره دي ازاي تعملها باصه، ازاي تعمل سلو باصه، ازاي تشوطها، غير الكره الكبيره لو قالش برجليك هتروح شوطه. التانيه ليها تكنيك معين. وانت بتنزل الشارع كان الاسره عندك البيت عندك بيضايقوك وانت نازل ولا كانوا سايبينك؟ لا كنت بتضرب على طول. تتضرب على طول؟ بتضرب. وكان بيقول لك بقى قابلني لو فلحت ما دام بتلعب كوره. لا انت مش فالح، ما انت لما بتنزل الشارع انت مش فالح. بدري كده انت مش فالح. كان عندك بقى فرقه بتلعب في الاحياء وبتاع بتلف بيها؟ يا كابتن انا كنت كان ليا الشرف وانا صغير، كان عندي حوالي يعني قبل ما اروح النادي الاهلي على طول لعبت. انت لعبت كوره وانت بدات كوره في الشارع سنك كام سنه؟ 6 سنين يا كابتن. 6 سنين. ولعبت بقى في الدورات اللي هي بتاعت رمضان دي. ما دي اللي طلعت نجوم كتير. لعبت بقى مع مين يا كابتن؟ مع كابتن مختار و الله الله الله. وانت سنك كده صغير؟ ومحمد انور وعطيه شحاته الله يرحمه. بتوع اسكو. فرقه اسكو. عوض حنفي والناس دي. كانوا كان عندي نوح برضه في لعيب. كان في لعيب مصاب وكده وانا نزلت مكانه وانا صغير، كنت لسه صغير. وكان جسمك نحيف كده ولا كنت واكل كويس؟ لا دلوقتي انا واكل، الاول كنت عصفوره يا كابتن. دلوقتي انا يعتبر يعني احسن شويه. مين من النجوم اللي كانوا بيلعبوا معاك ووصلوا انديه تانية؟ كان عندنا محمد السيد. محمد السيد بتاع النادي الاهلي؟ بتاع الاهلي. الاهلي كان من شبرا برضو. كان عندنا عاطف الاباني من شبرا. لا وانت صغير وانت بتلعب ما فيش حد كده لفت نظرك قلت الولد ده ممكن هيبقى لعيب جامد قوي؟ لا كانت لسه ما كانت لسه ما حضرتش، كنت يعني كنت مالي في نفسي. ما كانش لسه ملكه ان انا اقدر احدد. لا ما اقصدش وانت يعني كان في لعيبه كويسه معاك. اكيد يا كابتن. اللعيبه دي انت ما تنبأتش ليها انها ممكن تروح انديه كبيره؟ كلهم راحوا انديه بس للاسف انديه صغيره. انديه صغيره. عشان احنا كنا من حته شعبيه يا كابتن. فكان بالنسبه لنا المشوار بعيد قوي انك تروح نادي. فكانت قصه بالنسبه لنا مريره ان انت تروح مثلا تطلع من شبرا للتحرير. بالنسبه لنا ده مشوار كبير جدا. صفر. جدا. سفر. وهنتوه. هنرجع نتوه، مش عارف نرجع بيتنا تاني. فلعبوا في الانديه اللي هي جنب البيت، يعني مثلا مركز شباب شبرا البلد، المؤسسه العماليه، نادي اسكو، نادي بهتيم، اللي هي اللي حوالينا. حول بلاستيك والانديه اللي حواليه. نادي البلاستيك. طيب